في شأن التربوي، أشرف اليوم وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد على أشغال ندوة وطنية مخصصة لضبط المرجعية الوطنية لتقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي على ضوء مخرجات الندوات الولائية والجهوية المنظمة في 24 من الشهر الجارية. سنخرج بلبنة أولى للمرجعية الوطنية لمكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي على أن ينظم هذا الامتحان إن شاء الله في هذه السنة، في نهاية السنة امتحان لا يكون امتحان وطني بل يكون امتحان محلي، وكذلك يكون امتحان لا يحتسب في معدل النجاح إلى السنة الأولى متوسط، وهذا الامتحان سيكون مفيدا جدا لأبنائنا لأنه سيشخص وضعية المكتسبات تلميذ بتلميذ، لكي عندما يمر أبناؤنا من السنة الخامسة ابتدائي السنة الأولى متوسط يمرون ومعهم شهادة لا تحمل نقاط لكن تحمل مكتسبات وتحمل مكتسبات لم تكتسب، وبالتالي سيكون من السهل على المتوسطة الذي يذهب إليها الذي يمر إلى السنة الأولى متوسط على تشخيص الاختلالات والقيام بالمعالجة اللازمة لنعطي لأبنائنا حظوظ أوفر للنجاح وكذلك للذهاب بعيد في مشوارهم الدراسي. أما الشق الثاني بالنسبة للورشات الأخرى التي كذلك قررناها في هذه الندوة إلى جانب الورشة الكبيرة الخاصة بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فهي ورشات تخص ضبط وضعية القيام، يعني استكمال كل الأعمال الخاصة بالدخول المدرسي.